ما شاء الله السمك طازج. هنا الرجال في تجهيز السمك. طبعا هذا سمك الحريد. وهذا السيجان. هذا مشو قطري. الله تبارك الله. وهنا عاجين البر. تسلم يا ابو عبد الرحمن. تسلم ما شاء الله تبارك الله. شغل العجين حط على الثاني انه مشكله انها حنطه. وهذا ايش؟ هذا دقيق عادي. هذا حنطه. هذا حنطه حطها. والميفه ما شاء الله تبارك الله. تشغيل ابو طارق ما شاء الله تبارك الله. على الموافيه جاهزه. هذه بهارات سمك الحريد. ايوه احنا نسوي له زي كده. وراح انا نسيت لا اشيل هذه الحين. شطرح نار. اي والله جاب مجموعه على ذيك يعني. هذا عمل ما شاء الله تبارك الله. السفره طيب. بسم الله. بسم الله ما شاء الله. الله تبارك بسم الله. الله ما شاء الله. ايوه كذا. يا سلام ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. جبل الصحن. ألف شكر لأبو يحيى ما شاء الله عليه. حبيبي الله يجزيك خير. اكتب أجرك. جزاك الجنة الله يحفظك. ما شاء الله تبارك الله. المعذرة على انت والفريق اللي معك كلكم والله يستحقون الشكر الجزيل. الله يعطيكم العافية. هذا أقل من واجبكم يا أخي. سفرة جاهزة ما شاء الله تبارك الله. اقسم الخمير اقسم الخمير. سبادي مجموعة ومجموعة. خفيف خلينا يعني فيه. لا جميل.